الله فيكم جميعا. تعالوا للسؤال الثالث، من يجيب يا شباب؟ تفضل يا بني. ما نوع ألف قوله تعالى والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وماذا يترتب على ذلك من حيث الدلالة عموما وخصوصا؟ الكتاب هنا هل هنا للعهد الذهني أو العهد هنا للعهد الحضور؟ ومعلوم هنا أن الكتاب هو القرآن الكريم فتفيد الخصوص، والكتاب الذي أنزل من قبل هذا للعهد الذهني، معروف في الذهن أن الكتاب هنا هم الكتاب كتب الأمم السابقة. طيب جزاك الله خير وبارك الله فيك، ونريد من يكمل الجواب، يعني هو الشق الأول صحيح، الشق الثاني محتمل أيضا ما ذكرته جزاك الله خير. طيب البقية نريد من لا سبق، تفضل ما جاوبت أنت من قبل، تفضل. نفس السؤال. نعم، هل هنا تفيد الجنس لأنه مفرد والكتاب هنا مفرد، فتفيد ماذا يترتب عليه دلالة أن الوجوب الإيمان بما بجميع ما في الكتاب؟ طيب استغراق هذا الجواب. أيوه. طيب لا، هو يعني التي للجنس هي لبان الحقيقة فقط، مثل لما تقول الرجل خير من المرأة فقط، لا يقصد النظر إلى الأفراد. أما التي تفيد العموم فهي الاستغراقية، وأما العهدية ففيها قاعدة وتفصيل، لكن بقي أحد يجيب. أي شيء قد تأتي الاستغراق صفات حقيقة. كيف؟ بالنسبة للشيخ الأل هنا في الكلمة الأولى العهدية، والكتاب مقصود في القرآن بالذات الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أل هنا أل الجنسية فتشمل الجنسية ولا الاستغراقية؟ الاستغراق الجنسية المحلة بالأل فتشمل العموم. جزاك الله خير. فالمقصود فيها الزبور والتوراة والإنجيل. جزاك الله خير، جزاكم الله خير جميعا. إذن أل الأولى عهدية فتفيد الخصوص، لأن المعهود شيء واحد، لأن أل العهدية في العموم الخصوص بحسب المعهود، إن كان المعهود عاما دلت على العموم، وإن كان المعهود خاصا دلت على الخصوص، وهنا المعهود ما هو؟ القرآن، فهو خاص. أما لو كانت فسجد الملائكة العهدية والمعهود عام فتفيد العموم. أما الثاني فهي استغراقية، فيجب الإيمان بكل كتاب أنزل من قبل، كل كتاب أنزل من قبل. وتلاحظون أن اللفظ هو ومع ذلك أفادت الأولى الخصوص والثانية أفادت العموم. طيب السؤال الرابع، من يجيب يا شباب؟ تفضل.